احنا الفكرة كلها بدأناها الأول كان في ميدان التحرير، فحصل إقبال على المتحف، كان كنا بس عايزين ننقل رأي الناس يكون على الورق. بعد كده أما نقلنا الاعتصام هنا عملنا متحف تاني جديد، هنا متحف الثورة التانية هنا قدام قصر الاتحادية. بس احنا بس من فكرة بس بننقل رأي الناس مش أكتر. اللوحات يعني واحد عنده فكرة عنده بتاع يجي يكتبها، يعني ننقل رأي الناس اللي في الشارع ننقله هنا تبقى موجود في المتحف. حتى انت ملاحظ الإقبال هنا صغير وكبير. فاحنا بدأت الفكرة الأول في ميدان التحرير، نجحت ولقينا الناس برضو عامل إقبال، فقلنا برضو نعمل هنا الشباب في كتابات سخرية وفي كتابات العادية وفي الهتافات في كذا كذا نوع. فده رأي الناس يعني، بس بنمنع الألفاظ الخارجية والألفاظ العادية عادي. عشان انتوا بحالكم احلى من هنا.